نقل حسني عبد ربه إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية. تعرض حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي السابق لوعكة صحية خلال الساعات الماضية. نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالإسماعيلية. جاء ذلك نتيجة الضغط العصبي الذي تعرض له اللاعب أمس عقب حدوث اندلاع أزمة مع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أثناء مواجهة نادي الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري مساء أمس الاثنين. وتعرض حسني عبد ربه نجم النادي الإسماعيلي للطرد من مقصورة استاد الإسماعيلية الذي يستضيف مباراة الدراويش والاتحاد السكندري في إطار مباريات الأسبوع 23 من الدوري المصري الممتاز. وعند دخول حسني عبد ربه إلى المقصورة منعه الأمن من الدخول لمشاهدة المباراة من المقصورة الرئيسية للإستاد، فذهب القيصر إلى مدرجات الجماهير فأرسل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أفراد الأمن لمتابعة خروج حسن عبد ربه خارج إستاد الإسماعيلية مما عرضه لضغط نفسي وعصبي. نقل على أثره إلى أحد المستشفيات الكبرى بالإسماعيلية. طيب انا دلوقتي انا همشي، بس انا يعني انا مش حزين لان انا ده امر طبيعي وعارف الناس دي بتفكر في ايه وعارف اللي بيحصل، فانا مش متضايق. انا لو كنت متضايق متضايق عشان خاطر الناس اللي مش عارفه الحقيقه ومش شايفه الحقيقه، فانا مروحي دلوقتي ولا مضايقني ولا اي حاجه. الماتش زي ما انتم شايفين يعني الواحد قاعد حزين، الاسماعيلي مقلوب 2 وربنا عدها على خير من اللي الواحد شايفه، بس برده تمام. شكر قوي لابراهيم عثمان والكتاكيت، ربنا معاكم. سلام عليكم. انا ماشي بقى فاضي. يلا اذا اول مره بتشاهد قناه ثقافه ومعلومه لا تنسى لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع اجمل ورقه تحياتي وتحيه اصل الثقافه ومعلومة.